خرجنا من القاعة وعملنا اتصال بذلك الشاب الطيب الجميل العريس. الله يكون بعونه، فقد كل أهله. سأل الله أني صبرك. أمانة أنت رجل عظيم. المأساة هذه اللي أشوفها في بداية حياتك، ويوم بعد يوم أنه تفقد أنت شخص عزيز عليك، رغم كل هذا كناس تشكك بالقضية اللي صارت. أريد أسألك أنه أنت الشاهد الأول والأخير اللي صار بالقاعة. أنت اللي كنت أول واحد وانت اللي خرجت اخر واحد، شنو اللي شفته؟ اللي شفته ماسات ما صايرة ولا كل عالم ولا دولة ما صايرة هاي الماسات. اللي شفته نار ما تعرف منو قام يطلع النار. الله اكبر. ما تعرف منو قام يطلع لك، عبارة عبادة جماعية، مزرة يعني سووها مجزرة. ما شايفين هيك شيء بحياتنا، ولا صار هيك شيء بحياتنا، ما شايفين هيك شيء بحياتنا، ما شايفين ابد احنا، يعني اللي راحوا ضحايا. والله قلبي مشتعل عليه. الله يصبرك. من عائلتك ايش قد راحوا لحد الان؟ كلهم عائلتي. كل عائلتك؟ كلهم قرايبي، كلهم اقربائي، كلهم اصدقائي، كلهم. ما كان اكو واحد غريب بينا، كلهم اهلي. ليش؟ شنو اللي سمعته؟ أثناء نزولك من الستيج وإحنا نرقص مع صوت طقة بالصقر. طقة قوية. مع هاي الطقة القاعة كلها اشتعلت، قبت النار قب. وكانت هي قاعة مكيفة؟ كانت مكيفة، السفالت فصل عنهم الكهرباء، انطفى السفالت. أها. كهرباء انطفى، وقام العالم ما قام يشوف واحد من الأخ من وراء الدخاخين. ما قام ولا واحد يشوف. قام ولا واحد يشوف؟ ولا واحد من وراء الدخاخين. وهذا الدخان من واحد يأخذه نفسين يقع مكانه. ما نعرف بمادة سامة، بمواد كيميائية، ما نعرف. الناس قالوا اكو غاز. كل شيء كانك. اللي اشتم هذا الدخان يقع يغمى. اللي اشتم هذا الدخان نفسين يقع مكانه. إيش قد استمر عملية الحريق اللي صار بالسقف؟ 3-4 ثواني ما استمرت. فقط 3-4 ثواني مو أكثر. القاعة كلها اشتعلت، كلها قبلت. فعل فاعل لو قضاء وقدر. فعل فاعل، لا قضاء وقدر ولا فعل فاعل. خطة مدبرة ومرسومة من أبو القاعة، توابعه ما نعرف. بس ما هيك نار يصير هيك نار؟ لا مستحيل. ما صار هيك نار أبد، ما صار هيك نار. حتى القش هسه لو تحرقه ما ياخذ هيك ابدا، ما ياخذ ابد ما ياخذ. ياخذ فتره زمنيه بسيطه يلا يقدر انه يشتعل، بس ما لانه يشتعل بهذه السرعه بهذه الفجاه مستحيل. ابد. طيب شلون طلعت انت؟ طلعت من باب المطبخ. العالم بعد ما سات العالم كانوا موجودين، كانوا يعرفون اكو مخارج للخروج لو بس باب واحد. قسم منهم ما كانوا يعرفون. القسم منهم ما كانوا يعرفون. الباب الوراني مسدود وما كانوا يعرفون بانه اكو باب الوراني. كان اكو عليه فردات، كان مغطي بالفردات. اكو هم ناس طلعت من باب المطبخ؟ نعم، اكثرية العالم طلعوا من باب المطبخ لان كانوا قريبين عليه. سبحان الله، يعني لو باقيين ما مفتوح باب المطبخ كان صار عندنا اكثر عدد. اكثر من تقريبا 3-4 قاعة كانت تروح اذا ما مفتوح باب المطبخ. وما حد من الكادر اللي بالقاعه دلاكم عليها، انتم اكتشفتوا باب المطبخ؟ لا. ابو القاعه هو انهزم، هو قبل ما يصير كوادره. ابو القاعه هو قبل ما يصير هاي السالفه انهزم، جاب السلم، نزل الهارد، اخذ الهارد، كسر باب مال المكتب ماله بالكرسي ماله، لحد الان الكرسي ماله مبين، بالكرسي ماله كسر الباب ماله وانهزم. ومسكوه وهارد وياه، هارد مال الكاميرات وياه، وضار النفيس على الهارد. ليش؟ فاذا شغل فاعل مفعول. إذا ما عنده شيء ليش درف الهارد؟ ليش ما جواجه؟ صح؟ ليش انهزم؟ ليش انهزم؟ ليش انهزم؟